اللهم اجعل أبي من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم واجعل الحوض موردا له، اللهم واجعل الرسول شافعا له، اللهم واجعل ظلك ظلا لأبي يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم واغفر لأبي مغفرة تمحو بها سالف أوزاره. اللهم واختم لأبي بالصالحات أعماله. اللهم وارزق أبي شربة هنيئة من يد النبي صلى الله عليه وسلم، شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم واحشر أبي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم واجعل أبي من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.